حضورنا الكريم الأعزاء، نرحب بكم جميعا في هذا المساء وأمسية قيمة مليئة بالمعلومات عن الثقافة البدنية في المضمون الرياضة البدنية. طبعا كلنا نعرف أن الرياضة من أهم ما أوجدته البشرية من انفعالات والنشاطات وأكثرها جذبا للاهتمام، حيث أصبحت هذه الرياضة مجالا للتنافس بين الدول على اختلاف ثقافاتها من أجل التفوق والريادة. والأهم من ذلك أيضا أن يعد الاهتمام بالمجال الرياضي علامة على تبني المجتمع قيمة ترمز للصحة والقوة وروح أيضا الإنجاز. حضورنا الكريم، من هذه القيمة الخاصة بالثقافة البدنية والتي طبعا تتكون من المعارف والمعلومات وأيضا من فنون الأنشطة الرياضية المختلفة والتي يكتسبها الفرد من البيئة ويتزود من خلال خبرته الخاصة سواء بالمشاهدة أو بالممارسة أو حتى بالقراءة لتلك الأنشطة الرياضية المختلفة المجالات. من خلال ذلك حضورنا الكريم، نسعى في أمسيتنا هذه الليلة أن يكون معنا محاضر متميز له خبرة وباع طويل في الثقافة البدنية، وهو الدكتور حسين جعفر حسين مهدي، أستاذ مساعد بقسم التربية الرياضية بجامعة البحرين حاليا، عمل سابقا مدرسا في مدرسة الشيخ محمد الخليفة في العام 91، وبعدها انتقل إلى جامعة البحرين في العام 92 ليعمل مساعد بحث وتدريس بكلية التربية الرياضية، وأيضا منها إلى أستاذ مساعد في نفس الكلية في العام 2007. كما له نشاطات رياضية عدة، منها مع نادي المنامة حيث عمل معدا للياقة البدنية للفريق الأول لكرة السلة من العام 2010 إلى العام 2012. كما كان له أيضا نشاط تدريبي من العام 98 وحتى الآن مستمر في هذا النشاط، فكان محاضرا بالبرنامج الوطني لإعداد المدربين ومنسق البرنامج الرابع لقسم التدريب والتطوير باللجنة الأولمبية البحرينية. كما له أيضا عضوية في الكلية الأمريكية للطب الرياضي والاتحاد الأمريكي للقوة العضلية والإعداد البدني والمجلس الدولي للصحة والتربية البدنية والترويح والرياضة والتعبير الحركي. الدكتور حسين له عدد من الأبحاث المنشورة، منها دورات وعادات النوم اليومية للاعبين المنتخبين الأولمبي البحريني والتونسي لكرة القدم، وأيضا له في رياضة المرأة في مملكة البحرين الواقع والتحديات والتطلعات، وهو تحت النشر وغيرها أيضا من الأبحاث، إضافة إلى الكتب المنشورة منها الرياضة البحرينية من أجل الحياة، تطوير الرياضي طويل المدى، ومحو الأمية البدنية. أما عن التميز فقد حصل الدكتور حسين جعفر على جائزة الشيخ محمد بن مكتوم للإبداع الرياضي. معا نرحب بضيفنا في ملتقانا هذا المساء ونتابع معه محاضرته القيمة التي سيقدمها لنا مستمعين له بما سيأتي في مضمونها، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية اشكر مركز كانو الثقافي الى اتاحة لي الفرصة اطرح هذا الموضوع الجديد والشيق واللي يحتاج امانة مو الى محاضرة واحدة، يحتاج الى مؤتمر باكمله. طبعا عنوان محاضرة نحو ترسيخ مفهوم الثقافة البدنية من أجل مجتمع صحي ونظام رياضي متميز. خلال هاي المحاضرة إن شاء الله ما راح يعني ناخذ نص ساعة حسب الاتفاق، بنتعرف على مفهوم الثقافة البدنية والأمية البدنية، بنتعرف على أهمية الثقافة البدنية من أجل الصحة والتميز الرياضي، بنتعرف على مكونات الثقافة البدنية من مهارات حركية طبعاً ومهارات رياضية أساسية، نتعرف على مراحل تطور الثقافة البدنية شلون تتطور في الطفولة، نتعرف على دور المؤسسات المجتمعية نقصد فيها الأسرة المدرسة النادي في تطوير هذه الثقافة، نتعرف على العواقب اللي المترتبة لإهمال تطوير الثقافة البدنية، شو راح يصير في المجتمع، شو راح يصير في
المستوى الرياضي اذا احنا اهملنا هذا الجانب. راح نتعرف على طرق قياس الثقافه البدنيه، شنو هي الاختبارات اللي يقام بها علشان نتعرف على ثقافه اطفال. ونتعرف اخيرا على المبادرات اللي قامت بها مملكه البحرين الى تطوير هذا الجانب. وعلى فكره الموضوع مدعوم من اعلى قمه في المملكه، وان شاء الله الشهر القادم راح يجي خبير راح يكمل الموضوع. احنا مشينا فيه ان شاء الله خلال المحاضره اعرفكم وين احنا وصلنا في هذا المجال. اوكي، نطرح سؤالين اول. ليش الدول تصرف اموال كثيره على الرياضه؟ وهل تاخذ عائد كبير من صرفها الكبير من الاموال على الرياضه؟ سؤالين هذين يعني مهمين، لان حتى الناس تقعد تقول اوكي هل الرياضيين دليل لمجموعهم هالكثر نعطيهم من ميزانيه الدوله هاي الاموال وهل لنا عائد مالي؟ ايش رايكم؟ هل تتوقعون تستاهل الرياضه ان احنا نصرف عليها هاي الاموال؟ طبعا. ليش؟ عاد الصحه، الصحه ممتاز. احنا ما نطالع بس الرياضه وتمثيل الرياضيين الى المملكه في المحافل الدوليه، احنا بنروح نشوف صحه الافراد. كل دينار راح نصرفه على الرياضه راح نستثمر ما يقل عن 1000 دينار في علاج امراض كثيره متتعدده. فوائد الرياضه يعني اثبتت علميا، من وقايه للسكر، وقايه الى امراض القلب والسرطانات بانواعها وهشاشه العظام او ما يعرف بامراض العصر. فتستاهل الرياضه هاي الصرف. وبالعكس احنا مقصرين في مملكه البحرين من وجهه نظري، نحتاج اكثر نصرف على هذا الشيء لان في بوادر موجوده تقول نحن مقصرين. لو لاحظت الصورة اللي موجودة هني، الصورة تبين إلى شخص مشى بس مدة 20 دقيقة ونشاط العقل اللي صار. هاي آخر الأبحاث اللي أجريت عن دور الرياضة في التحصيل الدراسي. لاحظوا أمريكا إيش قاعدين يسوون. أمريكا هذا؟ إي نعم. أي كلام. إي نعم. وإحنا ما يعني ما بنقل عنهم بس خلينا نشوف. Researchers are finding that exercise can do more than keep you fit. It can also make you smarter. So one school in Illinois has developed a program that gets kids moving and learning. These high school students appear to be working out, but they're actually trying to adjust their brain chemistry to maximize their ability to learn. We're putting the kids in the classroom. And what we're doing is we're finding great differentials. Paul Zantarski went on learning readiness program at Naperville Central High School in Illinois. The program started in response to research showing the link between exercise and increased brain function. Zantarski says he's seen results. Kids who took PE اللي قبل كانت كلها نتائج بحوث كلها كانت نظريه واستطلاعات، بس التجارب الاخيره لا، في تكنولوجيا عاليه وقياس نشاط المخ وقياس التحصيل الدراسي بين دور الرياضه في هذا. دكتور جون رادي is a professor of psychiatry at Harvard Medical School and the author of Spark عن اثر تمرين الرياضه على how our brains change when we exercise. Rady cites studies showing that exercise promotes the growth of new cells in the hippocampus, an area in the brain associated with memory and learning. Exercise promotes more than anything else we know, the growth of new brain cells. Maxine Vogel is a reading teacher who believes that children learn best when they're moving. Here, students work on vocabulary while staying on balance boards. You know, they say that having to balance actually helps rather than wearing them out. Kids say that exercising before class and moving during class makes the schoolwork seem easier. If you go out and go for a run and then you're reading, it's a lot easier to read because you feel more awake. So I feel more focused because I just did something that made me focus more.
البرامج اللي طرحت وبين ان هي تساعدهم في التحصيل الدراسي. فالعقل الجسم العقل السليم في الجسم السليم موجود. اوكي، من هو الشخص المثقف بدنيا؟ على فكره احنا مو نقصد هني في الثقافه البدنيه الشخص اللي يعرف اسماء لاعبين ويعرف ميسي وين وكريستيانو رونالدو وين، لا، الموضوع اقوى من هاي الكلام. طبعا يعود تعريف مصطلح الثقافه البدنيه الى واحد اسمه دكتور مارغريت وايتهيد في يوكي في 2006، قال ان الشخص المثقف بدنيا او المثقف رياضيا هو الشخص الذي يمتلك الدافعيه والثقه بالنفس والكفاءة البدنية ويعرف ويفهم قيمة الانخراط في الأنشطة الرياضية مدى الحياة ويتحمل مسؤولية هاي الكلام. تعريف ثانية راح أطرحها، فيزيكال ليترسي أو الثقافة البدنية هي الحركة مع زيادة الثقة بالنفس، يمتلك الشخص الكفاية والكفاءة في مختلف الأنشطة الرياضية في مختلف المواقف. أوكي، خلينا نشوف الطفلة هاي شنو قاعدة تتهمها. Okay, the clock's ticking. You have until I'm 7 years old to make sure I can do this. لا تخلوني أنتظر إلى 7 سنوات اللي أنا أقدر أسوي هاي الحركات. Obviously, I can already do this then. أقدر أنا أسوي هاي الأشياء، بس الكثير من الأطفال ما يقدرون يسوون. هاي الأشياء اللي أنا قاعدة أسويها يسمونها الثقافة البدنية. لاحظوا أن هي قاعدة تتحرك تحركات، تحجل، تركض، تقفز، ترمي، تستقبل. الأطفال حاليا فاقدين إلى هاي الأشياء. قبل طفولتكم تتذكرونها كنتون تلعبون ألعاب شعبية كثيرة. أطفالنا الحين بعيدين كل البعد عن هاي الأشياء. أطفالنا يقعدون بالسبع ساعات أمام التلفاز. سمنا قاعدة ناطح السحاب. روحوا قدام اي مدرسه وتشوفوا عدد الاطفال اللي وزنهم مثالي. قبل كنا من مئات نشوف واحد سمين او زايد وزنه، الحين نفتش واحد وزنه مثالي. ما يلعبون سكون استاذ. اي ما يلعبون الالعاب الشعبيه. فنقصد بالثقافه البدنيه كندا طبعا بعد بريطانيا، كندا واستراليا من الدول اللي اهتمت بهاي الموضوع أمانة بشكل كبير. فكندا ينظرون إلى الثقافة البدنية قدرة الأفراد على تطوير المهارات الحركية الأساسية والمهارات الرياضية الأساسية، وراح أشرح شنو نقصد بدنيا، والتي تسمح للطفل بالتحرك بتحكم وثقة في العديد من الأنشطة المتنوعة الرياضية طبعا مختلفة، كما تتضمن القدرة على قراءة ما يدور حولهم أثناء ما يتحركون طبعاً، والاستجابة الصحيحة لكل المواقف. فالثقافة البدنية عبارة عن مهارات حركية أساسية، مهارات رياضية أساسية تمكن الفرد من الاشتراك في الأنشطة الرياضية المتعددة سواء كان على الأرض أو في الماء أو على الجليد. طبعاً إحنا ما عندنا جليد، عندنا جو حار، ما عندنا الأرض والماء. كم واحد من اللي موجودين يعرف يسبح؟ يسبح واحد، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، وأنا معهم. ما ولدهن إلا في عداري. ممتاز. بس الحين لو رحنا المدارس وسألنا هاي السؤال، كم تتوقعون عدد اللي يسبحون؟ قليلين. كم عدد اللي يمارسون نشاط رياضي؟ بعد قليل. حصة التربية نعم؟ والله أنا ولا أمارس رياضة المشي يومياً ساعة ونص. ممتاز ممتاز، وهاي اللي احنا نسعى إليه، نحاول نمارس الرياضة مدى الحياة. ونخلك بعدين تالي مدى الحياة. بعدين إن شاء الله. إي معلش. أوكي، طبعاً الرسمة التالية تلخص الثقافة البدنية.
يعني إذا الشخص مثقف لازم يمتلك مهارات حركية أساسية، وفي صورة بتوضح لنا المهارات الحركية الأساسية، ولازم عندنا مهارات حركية رياضية. كل رياضة لها مجموعة من الحركات، كرة القدم فيها تمرير، فيها تصويب، فيها ضرب كرة بالرأس، فيها سيطرة، هكذا نسميها مهارات حركية رياضية. المتميزين في البحرين رياضيا كانوا يلعبون العديد من الرياضات، مو رياضة واحدة فقط. روح شوفوا علي كانو. علي كانو شنو لاعب؟ لاعب كرة سلة صح؟ مشهور انه لعب كرة سلة، بس تدرون انه كان يلعب تنس طاولة؟ وكان يلعب العديد من الالعاب. الحين صاير ان الرياضي بس يتخصص في لعبة واحدة وبعد مو فالح فيها ذيك الدرجة. لان تباعدنا عن المخزون الحركي اللي كان ياخذونه آبائنا السابقين، ما عاد الاطفال ما عندهم المخزون الحركي الكبير، فيفتقدون الكثير من الامور. خلال تجربتي في نادي المنامة لاحظت مجموعة حتى من اللاعبين منتخب ما يقدرون يلعبون حبل. متخيلين لاعب منتخب فاقد توافق؟ ما حبل هاي مهم جدا بالنسبة إلى القلب، بالنسبة إلى التوافقات العضلية العصبية، وتخلي اللاعبين يتحركون بكل ثقة في الملعب. أحمد الدرازي كان يلعب أربع لعبات في آن واحد، يا الله، في موسم زميل. واحد في الله يرحمه، الله يرحمه. لاحظوا الرسمة اللي موجودة هني، طبعاً هاي المهارات الحركية الأساسية. ناس يتحركون بشكل متعرج، يوقفون، يتوازنون، في توافقات، في جري، في جام، في تسلق. أوكي؟ هاي كلها نسميها مهارات حركية أساسية. يلقف، يرمي، يستخدم أدوات. قبل الألعاب الشعبية متوافر فيها كل هاي الامور. الحين شنو اللعبه الشعبيه اللي موجوده عند الاطفال؟ ايباد، لابتوب، ايباد، صح؟ كلها اسماء، وكل يوم يطلع لنا شيء جديد وحرم اطفالنا من الحركه. الرسمه التاليه تبين طبعا مجموعه من المهارات الحركيه الاساسيه ومتى نطورها حسب سن الطفل. طبعا اللون الازرق الطفل للحين مو جاهز الى هاي الحركه، واللون الاصفر هو الوقت التوقيت المثالي، يعني معناته دكتور مو الحركات الاساسيه هذه عبط وتجيب الصدفه، لازم تطور وتبرمج بطريقه صحيحه ويكون عنها مسؤولين. اذا بنلخص الحين الثقافه البدنيه، يعني لازم يكون عند الشخص دافع، هذا الدافع يخليه انه هو يرغب انه يتعلم الحركات والمهارات، هاي بتعطيه ثقة في نفسه، وبالتالي بيكون كفء انه يتحرك في كل المواقف في كل المواقف. هاي التفاحة توضح لنا الثقافة البدنية بصورة اشمل. محتاجين نحن نعطي الطفل تجارب، يكتشف البيئة من نعومة أظافره، من 0-6 سنوات هاي أهم فترة لتطوير الطفل حركيا، وبيساعده بشكل كبير في المستقبل. محتاج ليكرر مجموعة من هاي الحركات علشان ياخذ الثقة ويقدر ينجح في العديد من الأنشطة الرياضية، علشان يحافظ على صحته أو يتميز في الرياضة. برجع شوية إلى الرسمة التي إذا نتكلم عن الثقافة البدنية، هي بتكون قاعدة أساسية إلى رياضي، إلى شخص، إلى طفل. بيكون له عدة خيارات. إذا امتلك المهارات الحركية الأساسية وامتلك المهارات الرياضية الأساسية، راح يكون مثقف بدنياً، يقدر يلعب من أجل الصحة أو يروح يتميز في أي رياضة. فهي القاعدة الأساسية، بدونها ما ممكن. إذا تأخرنا في تطويرها ممكن ينعزل ويصيد أمراض أو إنه ما يتفوق. ممكن يكون يمتلك الإمكانات البدنية اللي تأهلنا يكون بطل، بس لأن إحنا هملنا هاي الشيء بعد ما يوصل. رقية الغسرة من أفضل اللاعبات اللي ولدتها البحرين، بس كانت تمتلك كانت فقدت مهارة واحدة بس
طلوعها من المكعب البن. لو كان مدربة بطريقة صحيحة في توقيت صحيح كانت بطلة، يعني هي بطلة طبعا. بس لاحظوا لو اكتشفت من صغرها وتم تنمية هاي العنصر كان أرقام ممكن تكون شيء ثاني. طبعا هاي مهارة من المهارات، مهارة الرمح، ومدى تطورها وهاي ما تجي بالصدفة، تحتاج إلى عين بصيرة تكتشف هاي المهارة وتحسنها وتطورها. أيضا الثقافة البدنية محتاجة إلى بيئة تحتضنها، محتاجة إلى أنشطة تنمي عقل الطفل وجسمه، محتاجة إلى بيئة غنية بالأدوات والأنشطة، فرص وتشجيع وتعليم علشان نقدر نطور هذه الثقافة. في كندا طبعا وإحنا المملكة البحرين نتبنى هاي النموذج، طوروا نموذج لتطوير رياضيهم ومحافظة على صحتهم. كندا لما استضافت الألعاب الأولمبية قبل فشلت إنها تحقق ميداليات، عقبها جن جنونهم وقالوا إحنا لازم نغير نظامنا بالكامل. فعندهم خبير اسمه ستيفان بالي طور نموذج لصحة المجتمع الكندي وإلى تطوير الرياضيين، سماه تطوير الرياضيين طويل المدى. 7 مراحل لو تشوفون: بداية نشطة، أساسيات، تعليم من أجل التدريب، بعدين التدريب من أجل التدريب، والتدريب من أجل المنافسة، التدريب من أجل الفوز، وبعدين إذا الشخص انتهى من الرياضة يقدر يلتحق بأي نشاط يستمر في مدى الحياة. إذا رحنا للرياضيين بنشوف من خلال الرسمة هاي ال3 مراحل الأولى هي اللي تطور الثقافة البدنية عند الأطفال. إذا أسسناهم بطريقة صحيحة وصرفنا الأموال وجبنا المتخصصين في هاي الجانب، راح نطور رياضيين مستوى عالي، وراح إذا في أي وقت من الأوقات تركوا الرياضة ممكن يكونون عندهم الثقافة والمهارة الكافية إنهم يمارسون الرياضة بدون أي مشاكل. إحنا نشوف رياضيين موجودين تركوا الرياضة ورح تشوفوا أوزانهم شلون يوقفون عن ممارسة الرياضة بالكامل، يتغيرون. إحنا نبي نحافظ على المجتمع، مثل ما قلت إحنا عندنا نخبة وعددهم قليل، بس إحنا نبي نستهدف عدد كبير من المجتمع يمارس الثقافة البدنية. طبعاً لما نمتلكها بأبجدياتها راح نمي مجتمع صحي، وراح تعطينا قاعدة أساسية إلى تميز رياضي. هاي المراحل ما راح أطول عليكم، هي نفسها ال7 وفي أمر في كندا الحين، وإحنا البحرين قاعدين نمشي في هاي الجانب. إن شاء الله الشهر الجاي راح يجي خبير يعلم الاتحادات شلون يخططون في هاي المنهج لمدة 10 سنوات، خطة متكاملة بالكامل. كل اتحاد راح يلزم يخطط هاي الأسلوب. هاي مثال إلى الهوكي في كندا ولعبة الحياة. لاحظوا المراحل ال7 كامل هدفها تطور الرياضيين وتوديهم إلى البوديوم، إلى منصة التتويج، وتحافظ عليهم عقب كلاعبين، كحكام، كمدربين، حيث يكونون نشيطين مدى الحياة. بس لازم يمتلكون القاعدة الأساسية. إذا ما امتلكوا القاعدة الأساسية في المراحل الثلاثة الأولى ما راح لا يكونون لاعبين متميزين وراح يكونون معتدلين. إذا لو نلاحظ هاي الرسمة، ال3 مراحل الأولى هي القاعدة الأساسية، هي الثقافة البدنية. مرحلة البداية النشطة، مرحلة الأساسيات، ومرحلة التعليم من أجل التدريب. هاي لهم مراحل، لهم برامجهم ومتخصصين يضعون هاي البرامج. إذا تمكنوا ممتاز راح يكونون يروحون إلى التميز الرياضي، أو لاحظوا الدائرة الكبيرة وهاي اللي نسعى إليه أنهم يكونون يمارسون الرياضة من أجل الصحة ما يتركون. شو تشوفون في الصورة؟ هاي أطفال صغار، بس لاحظوا وين البيئة اللي موجودة حواليهم. بيئة حركية يساعدون فيها الطفل ان يكتسب
المهارات الحركية الأساسية ويأسسونهم رياضيا. الأب والأم لهم دور كبير في زرع هاي من صفر إلى ست سنوات، هاي فترة ذهبية مهمة حتى تطوير. على من تقع مسؤولية تطوير الثقافة البدنية؟ الوالدين أولاً. ممتاز. الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع. إذا الأسرة نما فيها أب وأم يعشقون الرياضة ويشجعون الأطفال على ممارسة الرياضة، راح يشجع الطفل أن يستمر. فالبداية يكون في البيت هي الأساس، بعدين لما الطفل ينتقل إلى الروضة بيكون مسؤولية ثانية، بس متابعة الأب المراحل نعم. عقب لما ينتقل من بعد الروضة بيروح طبعا المدرسة، فبيكون المدارس، ممكن الطفل ممكن يروح طبعا إلى أندية ثانية أو أي مراكز ترويحية ممكن تطور، وهاي في سن 6 إلى 8 سنوات بالنسبة للإناث و6 إلى 9 بالنسبة للذكور. طبعا عقب ينتقل إلى مرحلة التعليم من أجل التدريب، البنات من 8 إلى 11 سنة والأولاد من 9 إلى 12 سنة، هاي بتكون مسؤولية المدارس، مسؤولية الأندية الرياضية والبيت. طبعا هاي الأشياء مهمة جدا، وهي الثلاث من يعني معناتها من 6 سنوات إلى 12 سنة هي الفترة الذهبية لتطوير الثقافة البدنية. إذا فشلنا إحنا نعطي أطفالنا البرامج الصحيحة في هالسن، صدقوني لو نصرف أموال ما نصرف أموال قدام، لاحظوا منتخباتنا نجيب أفضل مدربين نعطيهم الأموال الكثيرة، بس بعد صاير مو ذاك المستوى الطموح. إذا نرجع إلى برامجنا، نرجع إلى برمجة الأطفال الصغار، متى دخلوا دلين الرياضيين؟ شنو قاعدتهم الأساسية؟ بتعرفون إن إحنا مو عاطين هاي الجانب أهمية كبيرة. مين يدرب الناشئين الصغار؟ أنا أسأل. المدربين متخصصين في هالفترة هل المدربين الأكفاء ولا ولد النادي اللي توه معتزل؟ لا، كفاءة أساسية، هيئة حق المستوى. يفترض أن يكون أفضل المدربين يمسكون في هاي المرحلة، اللي صاير أن احنا العكس، قاعدين نجيب أفضل المدربين نعطيهم وين؟ الكبار، النخبة اللي صاير اللي فوق المنتخبات. صحيح نحتاج احنا إلى المنتخبات يكون مدرب كوف، بس إذا احنا ما عطينا الشخص الخباز الخبز اللي يعجن صح في مرحلة الأطفال، صعب ان احنا لما نرتقي فوق نعدل من هاي الجانب. سنور العود ما يتربى. اي نعم. لاحظوا الرسمة هني تبين الفترة الذهبية لتطوير الثقافة البدنية. مثل ما قلنا من 6 إلى 12 سنة هي الفترة الذهبية. قبل هاي شوي الأطفال مو ناضجين بديك النضج اللي تأهلهم يتعلمون حركات وبشكل كبير. زين دكتور، لو فشلنا احنا هل ممكن تدريبات علاجية؟ اوكي، بعد 12 سنة ممكن 6 شهور برنامج مكثف يمكن يعدل بعض النقصات اللي فشلنا فيها. للأسف ما عندنا برامج مكتوبة، ما عندنا برامج بحيث فلان مشى الفلان اللي بعده يواصل عليه. لما تروحون إلى أي منهج رياضيات، منهج لغة عربية، منهج لغة إنجليزية، موجود منهج سواء جاء مدرس A، مدرس B، مدرس D، بيمشي على نفس المنهج. إحنا لما نروح للأندية الرياضية الآن هذا المنهج مو موجود، بس إن شاء الله من هاي الشهر الجاي راح يجي خبير والمسؤولين مهتمين بهاي الجانب لتصحيح هاي الخلل. لما تشوف الرسمة طبعا البنين والبنات، القمة اللي تشوفونها هاي طفرة النمو البلوغ، والبنات يبلغون بشكل أسرع من الأولاد، وفي مجموعة من أمور قبل طفرة النمو. الناس الحين تبرمج وفقا لطفرة النمو. قبل طفرة النمو المهارة مهمة جدا، السرعة مهمة جدا، المرونة مهمة جدا. إذا احنا فشلنا في تطوير هاي الأمور
في توقيتها الصح، لأن هني التسارع في التكيف بشكل كبير. الطفل صغير، أطرافه صغيرة، مركز الثقلات صغير، توازن عالي، توافق عالي إلى السماء، بيتعلم بسرعة. بس من يدخل طفرة نمو بيبدأ يزيد وزنه، ثقل جسمه بيرتفع، بيكون تعلم ماله جدا صعب. هاي فترات ذهبية مهمة جدا. أوكي، شنو يصير إذا إحنا فشلنا إحنا نطور الثقافة البدنية في توقيتها الصحيح؟ لاحظوا الرسمة. إذا أنا فشلت إن أنا أركض صح، والركيض تكنيك ومهارة، مو بس مجرد ركيض، في اقتصادية، في إيد تتحرك بشكل صح، الجذع لازم بشكل صح، الركبة لازم تتحرك باتجاه صح. إذا إحنا فشلنا بس في مهارة واحدة، مهارة الجري، لاحظوا الرياضات اللي ما نقدر نلعب، ما أقدر ألعب كرة قدم، ما أقدر ألعب كرة سلة، ما أقدر ألعب. أنا ما أقول بس لعب عادي، لعب أنا أتكلم عن لعب متميز يتحدى الدول المتقدمة. إذا أنا ما قدرت أرمي، بعد ما أقدر ألعب بيسبول، ما أقدر ألعب بولينج، ما أقدر ألعب فوتبول، ركبي، أوكي؟ وإذا ما قدرت أسبح، طبعاً ما بقدر أدي الأشياء اللي موجودة. طبعاً كل ما قلت هاي المهارات راح تحد من شنو؟ من فرصتي إن أنا راح أشتغل. لما أنا أقول أنا أمي في اللغة الإنجليزية، يعني معناته ما أمتلك أبجديات اللغة الإنجليزية، تتوقعني راح أوقف الحين وأتكلم باللغة الإنجليزية قدامكم؟ راح أخجل. إذا الإنسان بعد نفس الشيء، إذا ما عنده أبجديات الرياضيات راح يحاول إنه يحل مسائل، راح يكون خجول. نفس الشيء إذا الأفراد والأطفال ما قدروا ينمون هاي الأشياء، بتشوفون إن إحنا عندنا مجتمع مريض. لاحظوا الرسمة، هذا الطفل عنده كل شيء كبير، بس شيء واحد أبيكم تكتشفون، كل شيء رجاء المرضى شيبس سيغان. لاحظوا حجم، ما عليه، أبا وصل مسج قوي. لاحظوا حجم أبوه وأمه، الأكل وياكل، ولاحظوا الأكلة عادي، ولاحظ جسمه بشكل كبير، كل شيء كبير، بس في شيء واحد بيكون صغير. صغار. كلمة قوية جدا. الخبير اللي جاء وعطانا المحاضرة عن الثقافة البدنية قال الجيل اللي جاي بيكون أعمارهم قصيرة بالنسبة لآبائهم وأجدادهم. هي مو مسألة شقد تعيش، جودة الحياة مالك. وأنا قاعدة أشوف أخت زوجتي عمرها تقريباً في 55، أبوها وأمها في 80 و90 في طول عمرها، بس البنت سكر وضغط، فشل كلوي. لاحظي إيش تتوقعون مجتمع 7 ساعات أطفالهم يطالعون فيديو؟ حركة ماميش قدام، شو راح يصير؟ ايش قد نصرف؟ امريكا تصرف 23 بليون سنويا علشان تعالج السن والامراض المتطورة فيها. 2050 كم بيدفعون؟ 3 أضعاف. لحظة شوي، 50 بليون. يوم كنت أنا أدرس في أمريكا 2006-2007 تخرجت، كان في أوباما مسوي مشروع، أعتقد بوش مو أوباما، 2010 يقضون على السمنة. لاحظوا الأرقام، صح أرقام في أمريكا، بس إحنا أصبحنا مجتمع أمريكي. روحوا إلى المجمعات، الوجبات السريعة ما عندنا وقت فاضي، مو وجبات سريعة بعد، في حتى في البيت الحين وجبات سريعة، وأطفالنا ما يتحركوا. النتيجة بتشوف
هاي الرسمة. تشوف الطفل وزنه زايد، وزنه زايد معناته ما يتحرك، ما بيتحرك. تدرون ليش ما يتحرك؟ لأنه فاقد أشياء كثيرة وبيكون مسخرة بالنسبة إلى أقرانه. الرسمة هاي تبين الطفل السليم، وبعدين لما يروح يبتعد عن النشاط الرياضي ويلتهي كله بتكنولوجيا وقلة حركة بيزداد وزنه شوي. لما يبدأ يصعد سلم أو يحاول يتحرك رياضة يحس جسمه ما يساعده، بيلاقي بعد مسخرة من أقرانه، فبيضطر ينعزل شوي شوي لين ما يصير متين ويكون متين بقى. أثبتت البحوث العلمية الطفل إذا يكون سمين في طفولته راح يكون سمين وهو كبير إذا إحنا ما اهتمينه. شلون نقيس الثقافة البدنية؟ أنا بنهي محاضرتي الحين بمجموعة من الفيديوهات وراويكم شو يسوون كندا في هاي الجانب، وإحنا متبنين هاي وإن شاء الله. عندهم 18 اختبار. هاي الاختبارات بسيطة جدا، بس صدقوني لو نطبقها بنشوف البلاوي أطفال. أنا محاضر في الجامعة يجوني طلاب، أنا محاضر في الجامعة من 1992 ودرست أجيال دكتورة سهير والأجيال اللي جاية الحين، فرق كبير. حتى الرياضيين اللي يجونا من الأندية فرق كبير. لاحظوا هي مجرد مجموعة من حركات، يمكن بالنسبة لنا لما نطالع نقول هاي بسيطة. لاحظوا انه بس مجرد اقماع. طبعا اللي ابتكر هاي اخصائي علاج طبيعي في جامعة مانيتوبا، ابتكر هاي 18 اختبار اسمها بطارية اختبار الثقافة البدنية، قياس الثقافة البدنية. يمكن تستغربون تشوفون انه صدقوني اولاد ما يقدرون يختارون التوقيت الصحيح انهم يوقفون، شو بيقدرون يتنافسون. يمكن أركز على الفيديو اللي هني، عبارة مجموعة من المهارات الحركة، ربط إلى ثلاث مهارات: ركيب وحجل وهبوط نزول. ثلاث مهارات في مهارة. صدقوا روحوا طالعوا أطفالكم وهم يسمون هاي الجوانب الحين، بتشوفون شيء مخجل أمانة. أنا صورت ابني، وابني يعتبر من أطفال النشيطين، يعني مو قدام تلفزيون، وبعد اكتشفت إن ينقص مجموعة من المهارات. هاي أربعة اختبارات. هاي اختبارات أربعة ثانية. ايد عكس رجل، كحين يرفع رجل. صدقوني طلاب جامعة عندي يجوني ما يعرفون هاي الشيء. ما تكلم ناس مروا في التربية كم سنة؟ او ست سنوات في الابتدائي، ثلاث سنوات في الاعدادي، ثلاث سنوات في وين النشاط الحركي؟ وين راح؟ أنا ما أحط اللوم طبعاً على وزارة التربية والتعليم، كلنا مسؤولين، الأسرة مسؤولة، النادي مسؤول، الأب مسؤول، المدرس مسؤول. حصتين تربية رياضية لا تكفي. هاي الحين ثمانية. لو لاحظنا كان يركز كله على المهارات الحركية الانتقالية، ينتقل إلى أشياء يستخدم فيها أدوات، لأن في استقبال نستقبل، ونبطط، ونرمي. كلها مهارات تعتبر مهارات مع الأدوات.
سوينا اختبار على اطفال على اولاد وبنات يرمون الكره على الطوف ويستلمونها بنفس الايد، يرمونها بالايد اليسار يستلمونها بنفس الايد، يرمون يمين يستقبلون يسار، يرمون يسار يستقبلون يمين. التوتال 20 كره. كم تتوقعون يجيبون؟ صدقوني 7 6 5 هاي توافق بين عينهم وايدهم. ما في بالذات عندنا البنات اكثر بعد من الاولاد، لان فرص اعطاهم ممارسه نشاط رياضي بسبب يعني مجتمع محافظ. هاي بيأثر عليهم طبعا في الممارسه. توازن، يمشون على خط مستقيم بالأمام للخلف. أكلة بطارية إن شاء الله راح إحنا نعلم فيها مدرسين التربية الرياضية في البحرين الشهر القادم علشان نبدأ نسوي بحوث ونكتشف وين أطفالنا بالنسبة إلى الثقافة البدنية. راح تشترك فيها جامعة البحرين إن شاء الله واللجنة الأولمبية البحرينية. في خطوات إن شاء الله. آخر اثنين. شنو يقول المدرس الى الطالب علشان يؤدي الاختبار، وفي مقياس رباعي طبعا النتيجة تكون من 0 إلى 100 ويقسمون الاشخاص يا اما مبتدئ او شوية متوسط او متقدم او كلش ممتاز. يعطونا طبعا تقرير بهاي الصورة وين صاير. هاي مثلا مثال الى شخصين، مثال الى شخصين، واحد جايب 51 وواحد جايب تقريبا خلينا نقول 62. هاي طبعا الشخص اللي يقيم عنده مجموعه من يسمونه روبريك يقسمون القياس الى 4 مستويات حسب نقاط معينه شايفينها يعطي قيمة إلى الشخص. وهاي مثال إلى التمرين اللي قلت لكم فيه 3 مهارات: يجري، يحجل على رجل، وينزل. يا أما بياخذ مبتدئ initial أو emerging متطور شوي، أو بيكون competent عنده كفاية حركية، أو بيكون proficient advanced كامل. وفي نقاط معينة طبعا هاي كتيب بالكامل موجود طبعا وراح يترجم وراح يطبق على عينات ونشوف وين اطفالنا بالنسبه الى الثقافه البدنيه. باقي سلايد واحد بس وبعدين بفتح المجال الى المناقشه. هاي طبعا الاستماره اللي يسجلون فيها. وين موقع مملكه البحرين بالثقافه البدنيه؟ وشنو دور المؤسسات بكل اطيافها عن هذا الموضوع؟ طبعا احنا مو ساكتين عن الموضوع بحكم وجودي انا في اللجنه الاولمبيه البحرينيه واتصالنا مع كندا. سوينا كتاب اسمه تطوير محلوميه البدنيه، وهي طبع منه عده نسخ. وزاره التربيه والتعليم تبنت الفكره بقياده الدكتور الشيخ خلجي الدكتور استاذ غازي، ودربوا مجموعه من المدرسين. فعندنا الوعي موجود، الوعي بالثقافه البدنيه، بس في خطوات لازم تتواصل بشكل كبير. محتاجين تطبيق على واقع مو بس مفهوم شنو الثقافه البدنيه. محتاجين جامعه البحرين تنزل بكل قوتها الى بحوث، تجري بحوث علشان نكتشف وين اطفالنا بالنسبه للثقافه البدنيه. محتاجين الاعلام يسوق الى الفكره بشكل كبير.
منها المقروء والمكتوب. المجلس الأعلى قاعد يتبنى، وطرش خبراء، مجموعة من الخبراء إلى كندا، حضروا مؤتمر في هاي الموضوع. الخبير راح يجينا إن شاء الله شهر 4 17/4 وبيقعد لي 25، بيكون محاضرة قوية إلى هاي الموضوع، وراح إن شاء الله يقابل فيه الشيخ ناصر لوضع الجذور إن شاء الله الثقافة البدوية. أشكركم لحسن استماعكم، أتمنى أن ما طول. بداية شكرا للدكتور حسين على تفضله بتقديم هذه المعلومات القيمة.